أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. حياكم الله أيها الأحبة وبرنامجكم القرآني قضايا قرآنية. أرحب بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور تحسين فاضل عباس، حياك الله دكتور وأهلا وسهلا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا، بوركتم. حياكم الله دكتور. نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى دكتور عن موضوع الفاصلة القرآنية وأثرها في القرآن الكريم، ونبدأ إن شاء الله الحديث عن التعريف بالفاصلة القرآنية، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. الفاصلة القرآنية تعرف بأنها، طبعا هي عرفت أكثر من تعريف، لكن التعريف الجامع المانع أنه هي كلمة آخر الآية، شبيهة بقافية الشعر وفاصلة النثر. لكن الفرق بينهما ما هو؟ الفاصلة القرآنية تهتم بالمعنى والمبنى سوية، أو مرة يقدم المعنى على المبنى، في حين أن القافية في الشعر هي تكون ثابتة، أقصد الشعر العمودي، الشعر العربي الكلاسيكي، أنه يبدأ الشاعر وينتهي بقافية واحدة، على حين أن الفاصلة القرآنية هي تتغير. ما معيار التغيير؟ معيار التغيير هو المعنى. بينما الفاصلة في النثر أن اللفظ مقدم على المعنى. إذن ربما هذا هو المائز بينهما. بأن الفاصلة تتبع المعنى، الفاصلة المعنى يتبع الفاصلة، يعني الناثر والشاعر ويبحث عن كيف يركب الكلمات وينظمهن في سبيل يحصل على صوت معين حتى تكون عدة الجملة مقفات. نعم. الفاصلة من أين أخذت؟ من أين أخذ المصطلح؟ لعله مأخوذ المصطلح من آيات مفصلات. يعني هنا مأخوذ المصطلح من هذا النص القرآني. الفاصلة من أين تتكون؟ ما مكونات الفاصلة؟ أول مكون رئيس هو الروي. وقبل الروي هناك الوقف. يعني الوقف ما فائدته في الفاصلة؟ يجمع بين الاختلاف في الوجهة الإعرابية، يجمع بين المجرور والمرفوع والمنصوب، فيحقق الوقف الانسجام بين الفواصل. ممتاز. مثلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سوء الدار إذا كنا نصل الكلمات، لأن هنا مضاف ومضاف إليه. أحسنت، مجرورة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. مرفوع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هنا باء. مفتوح. فإذا الوقف ماذا حقق؟ حقق الانسجام الصوتي بين الفواصل. بين الفواصل. أحسنت. هذا أهم مكون من مكونات الله. الفاصل. المكون الآخر هو الإيقاع. الإيقاع الصوتي. الإيقاع الصوتي. ما الإيقاع؟ هو ترددات مقطعية صوتية منتظمة. طبعا الإيقاع موجود في القرآن وفي الشعر كذلك. وربما الشعر يتأسس على الإيقاع. ضربات متسارعة. بالضبط. فتردد هذه الارتسامات السمعية المتجانسة بعد فترات ذات مدى متشابه، يعتمد الإيقاع في العربية يعني في الشكل التقليدي على مقابلات بين مقاطع طويلة وقصيرة تحوي قافية في أواخر الأبيات. هذا يمثل الوجه الجمالي للفن الأدبي، وسر من أسرار التأثير في المتلقي. الإيقاع. الإيقاع.
والإيقاع الموسيقي في القرآن يتألف من عناصر. نعم. أول عنصر هو المخارج الصوتية. ممتاز. في الكلمة وتناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة. نعم. واتجاهات المد في الكلمة. نعم. ونهاية الفاصلة وأصوات الفاصلة كذلك. إذن كلها تجتمع في تحقيق الإيقاع. مخارج الحروف وصفاتها والانسجام اللي بين هذه الأصوات يحقق لنا إيقاعا صوتيا، فضلا عن المد والغنة والإدغام والقلب والإبدال، كل هذه يتشكل منها إيقاع صوتي فريد ربما هو أحد عناصر إعجازه. نعم. كتأثيره في المتلقي. نعم. فضلا عن معانيه ودلالاته. المكون الأخير والرئيس هو الروي. نعم. ينماز الروي باستقطابه قدرا كبيرا من الأهمية. لما؟ لأنه الحرف الأخير. نعم. الذي يبقى رنينه في أذن المتلقي. نعم. فلذلك يعني حتى في الشعر. نعم. عندما نقول هذه القصيدة تائية مثلا، ما معناها؟ معناها أنه حرف الروي بالتاء. بالتاء. نعم. فهو العمود الفقري. نعم. إلى القصيدة. لذة الروي تدور وتبقى رنينة كما ذكرت قبل قليل في أذن المتلقي. نعم. هذا من أهم مزايا الروي. نعم. نجد في القرآن قد يتغير. نعم. حرف الروي. نعم. إلى ما يماثله صوتيا. نعم. كما في سورة المدثر والقيامة. نعم. والإنسان وغير هذه الصور القرآنية. وإذا كان الحرف ساكنا يكون ساكنا الروي، أي ينتهي بمقطع مغلق. نعم. أو ما يعرف بالقافية المقيدة. نعم. ويلتزم نوع الحركة من ضم وفتح وكسر. حسنت. شيوع السكون مع الروي أو مع الفاصلة لماذا؟ نعم. فيه وجهان. أولاً أن العربية تميل إلى المقطع المغلق. نعم. الساكن. الساكن. نعم. والسكون أحد ألوان التخفيف. أحسنت. الذي مالت إليه كثير من اللهجات العربية. نعم. حتى جعلوا الوقف ساكناً وقيدوا الوقف بالسكون. بالضبط. وأصبحت قاعدة العرب لا تقف إلا على الساكن ولا تبتدئ إلا بالمتحرك. نعم. نعم. السبب الثاني أن السكون مع الروي والفاصل يحققان انسجاماً في الاستراحة. أحسنت. وكأنه الفاصل القرآنية. نعم. هي استراحة صوتية للقارئ. ممتاز. وتحقق أيضاً مداً يترنم به القارئ. بالضبط. نعم. يحدث هذا الصوت اللي يؤثر بالآخرين. لذلك. نعم. أنا عندي إحصاء رياضي. نعم. في الصور القرآنية. نعم. التي تنتهي بالميم والنون. نعم. الصوتان الغنيان. بالضبط. نعم. صوتا الغنة الميم والنون. نعم. لماذا أكثر من 90% من القرآن. نعم. ينتهي بهذين الصوتين؟ نعم. نعم. هناك سببان. السبب الأول أن الاستراحة الصوتية. نعم. تريد صوت سهل. نعم. عذب. نعم. منساب. نعم. أين يتحقق؟ في الميم والنون اللي هم صوت المركب. نعم. هو أحد أشباه أصوات اللين. نعم. أصوات اللين. نعم. اللي هي الألف والواو والياء. نعم. ما المزية فيها؟ نعم. أن المتكلم يأخذ راحته. نعم. في بالمد بالمد قص. نعم. يعني مثلا يكون فرح حزن. نعم. فيكون تطريب. نعم. دلالته أو في هذين الصوتين. لما؟ لأنه يوجد تعليل فسلجي. نعم. أن النطق بأصوات المد. نعم. اللي يكون ما بها حائل. نعم. ما بها يعني عائق. نعم. أمام تكوين هذه الأصوات. نعم. فلذلك يكون الصوت سهل. نعم. ويكون بمد الهواء بشكل كبير. أحسنت. نعم. بارك الله بك. إذن عرفنا بهذه الوقفات بمكونات الفاصلة وبيناها بهذا الشرح المفصل من حضرتكم أستاذنا
دعنا نأخذ فاصلا ثم نتحدث عن وظيفة الفاصلة في القرآن الكريم ونعرج على أنواعها. أيها الأفاضل فاصل ونواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أحبتي المشاهدين وبرنامجكم القرآني قضايا قرآنية، وحيا الله ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور تحسين فاضل عباس، بارك الله بك وحياك الله دكتور. بوركتم الله يسلمك. دكتور، تحدثنا عن الفاصلة القرآنية وذكرنا مكوناتها وجزء من وظيفتها، الآن نفصل الحديث عن وظيفة الفاصلة في القرآن الكريم وما الحدود التي تشغلها في القرآن الكريم الفاصلة بحيث تؤثر في الآخرين، ونجد دراسات كثيرة وكبيرة حول موضوع الفاصلة، حتى كتبت بهذا الموضوع رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه، وألفت كذلك كتب في موضوع الفاصلة القرآنية. حبذا تحدثنا عن وظيفتها، ما الوظيفة التي تحققها الفاصلة في القرآن الكريم؟ تفضل. الفاصلة القرآنية لها قيمتان، نعم. قيمة جمالية، نعم. وقيمة صوتية، نعم. أنا ذكرت قبل قليل هناك إحصاء رياضي، نعم. في أنه كم، نعم. عدد الفواصل المستخدمة والمستعملة في القرآن، نعم. وعند يعني هذا نتيجة الإحصاء نخرج بنتيجة معينة، نعم. مثلا لوحظ أن عدد النونات والميمات في الصور العشر الأولى من القرآن، نعم. يزيد كل منها، نعم. عن 10,000، نعم. فبالإحصاء الرياضي، نعم. لفواصل سورة البقرة، نعم. 286 فاصلة، تنتهي 193 بصوت النون، نعم. مع تبادل لصوت الميم، نعم. هذا التقارب بين الصوتين جاء من جهة الصفة، نعم. للمخرج الصوتي، نعم. فالصوتان مجهوران، حسن. وأقرب الصوامت إلى الصوائت بسبب الوضوح السمعي، نعم. للميم والنون اللي هي أنصاف الأشباه الصوائت، بالضبط، نعم. أشباه أصوات اللين، نعم. فإذا، نعم. هذا السبب اللي جعل الميم والنون يتربع على عرش الاستعمال القرآني، نعم. للفواصل، نعم. لماذا لم يستعمل الأصوات الأخر، نعم. لماذا هذان الصوتان، نعم. إذن هناك سبب ذاتي لهذين الصوتين، نعم. بسبب الصفة الصوتية، السبب الصوتي اللي هو، نعم. العرب أصحاب، يعني العرب اليوم أو قديما أصحاب بلاغة وأصحاب حس مرهف، يطربون على القصيد ويتبارون في القصائد والمعلقات، فربما أحد هذه الأمور الإعجازية في القرآن الكريم أنه أثر بهؤلاء من خلال النظم ونظم الحروف مع بعضها، وأنتجنا الفاصلة اللي هي أكثر حسب إحصائكم أكثر نسبة للنون والميم، نعم. اللي هي الأصوات الأنفية، نعم. أنفمية، يعني لها طبيعتين أثناء النطق كما تعلمون، بأن اللسان يقفل على الحنك الأعلى ويرجع الصوت إلى اللهات ثم يمر بالحجرات الرنينية ينتج لنا صوت النون، إن وهذا الصوت الغني الذي يؤثر حتى في النفس، والميم كذلك تقفل الشفتان ويرجع الصوت إلى الخيشوم مرورا بالحجرات الرنينية وينتج لنا صوت الميم، إن بمساعدة أصوات اللين اللي تسهل لنا الاتكاء على يعني مد الصوت ومرورا بالفاصلة اللي هي النون والميم، تعلمون نستعين، نعم. والقراء اليوم يعني يتبارون يتسابقون بتوظيف الفاصلة القرآنية في النغمة وكيف تؤثر بالمتلقي، يعني حتى يختارون نوعية المقام الصوت بالارتفاع بالجواب أو الوسط أو القرار، كيف يوظف الصوت في المعنى من خلال الفاصلة ومن خلال أصوات المد، نعم. هناك
منتج ومستقبل. نعم. المنتج هو الله عز وجل. نعم. والمستقبل العرب. نعم. لو جاز لنا أن نقسم حضارات الأمم، لا يمكن أن نقسم حضارة مصر القديمة بحضارة ما بعد الموت، وحضارة اليونان حضارة العقل، وحضارة العرب هي حضارة النص. أحسنت. فالأمة العرب هي أمة سماعية. أحسنت. والسماع الذي يؤثر فيه هو قواعد الصوت المعينة. أحسنت. فباستعمال النون والميم كما تفضلت حضرتك، هذان الصوتان فيه مسحة جمالية. نعم. هذا الجمال يؤثر على من؟ على التأثير في المتلقي. أحسنت. هذا القرآن وهذا التأثير أثر. نعم. في تبديل دين الخليفة الثاني. نعم. عمر بن الخطاب عندما. نعم. سمع سورة طه. أحسنت. والوليد. نعم. قال القول المشهور. نعم. عندما سمع أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم. نعم. عن الفحشاء والمنكر، ماذا علق. قال القول. نعم. الشهيرة. نعم. أن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وأن علاه مغدر بالضبط وأسفله مثمر. نعم. فإذا المتلقي مثقف. نعم. المتلقي ذو أذن موسيقية يحس مرهف يحس مرهف، فلذلك هم تعجبوا. نعم. في هذا القرآن. نعم. مرة يقولون ساحر. نعم. مرة يقولون شاعر. نعم. حاروا هذا الجنس الأدبي. نعم. إلى أي شيء ينتمي. نعم. فاقتران الصوائت. نعم. مع النون والميم. نعم. إلى مزية صوتية. أحسنت. المزية الصوتية أنه يزيد من المسحة الجمالية. نعم. بمجاورة صفة الغنة التي في الميم والنون. نعم. وإلى ذلك أشار سيبويه إلى أن العرب إذا ترنموا فأنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون، لأنهم أرادوا مد الصوت وسموا ألف الترنم حتى. بالضبط. نعم. فلذلك. نعم. تجد الشاعر عندما. نعم. يعني مع اختلاف كبير بين ال. نعم. ولا وجه للمقارنة بين. نعم. القرآن والشعر. نعم. الشاعر عندما ينظم قصيدة وهو متأثر نفسيا. نعم. بحالة معينة تكون القافية مالته مقيدة أم مفتوحة؟ نعم. مفتوحة تكون. مفتوحة. لما؟ حتى لأن يعبر عن حتى حاسيسة يعبر مشاعره. لأنه ينطي الألف والواو والياء، ينطي فسحة. نعم. للتعبير عن أشجانه. أحسنت، بارك الله بك. للألف أيضا حصة كبيرة في الفاصلة. نعم. فقد ورد رويا في 267 فاصلة. نعم. من فواصل 12 صورة هي صورة طه. نعم. والنجم والطلاق والمعارج. نعم. والقيامة والنازعات وعبسة والأعلى والشمس. نعم. والليل والضحى والعلق. أحسنت. فهو أكثر انفتاحا. نعم. يعني إذا تقارن بين مد الهواء بين. نعم. الواو والياء والألف، حرف الألف أو صوت الألف. نعم. يتقدم عليهم. نعم. لما؟ نعم. لأنه مد الهواء بأكثر فضلا يكون. عن مخرج الصوتي. نعم. هو من حروف الجوف. نعم. حروف الجوفية اللي لا يلتقي عضوين من أعضاء النطق عند إنتاجه، يعني يبقى الفم مفتوح والهواء ينطلق بحيث تعدك مساحة صوتية كم تستطيع. مد الصوت يمتد، يعني له قابلية على الامتداد. والسماء والطارق. نعم. بعكس القاف اق ات اج اللي يلتقي العضوين الصوتيين. نعم. وينقطع الصوت. نعم. نعم. أحسنت. بارك الله. هناك وظيفة للفاصلة القرآنية. نعم. كما ذكرت قبل قليل أن هناك صفتين. نعم. للفاصلة القرآنية. نعم. الصفة الأولى يتقدم المعنى. نعم. على اللفظ. نعم. والصفة الثانية يتقدم اللفظ على المعنى، ومرة لا الفاصلة تطلب الاثنين معا. نعم. تطلب المعنى واللفظ. نعم. معا مثلا. نعم. من ذلك. نعم. فأتبعهم فرعون بجنوده. نعم. فغشيهم من اليم ما غشيهم. نعم. هذه الفاصلة هي
مغايرة للفاصلة السابقة. نعم. في الصورة اللي هي تنتهي بالألف. أحسنت. تزكى، يخشى. نعم. هنا الفاصلة اختلفت. نعم. لما اختلفت الفاصلة؟ هناك سبب. نعم. ما الذي يعيننا على اكتشاف السبب؟ هو السياق القرآني. نعم. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هذا مثال آخر. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعم. بدون ألف. نعم. سبيل. وقالوا ربنا إننا أو إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. أحسنت. نعم. الأولى بدون ألف. نعم. والثانية بألف. نعم. ما السبب؟ السياق. نعم. هو الذي يحكم هنا. نعم. هو الذي يفسر لنا. نعم. لماذا الاختلاف بين الفاصلتين. نعم. طبعا هاي في سورة الأحزاب. نعم. السبيل الأولى من دون ألف، السياق لا يوجد عذاب للمتكلم. نعم. ما بي عذاب. نعم. فلذلك هو يتكلم بصورة طبيعية. نعم. ما عنده ألم، ما عنده شجن. نعم. يتكلم بصورة طبيعية. أحسنت. فمن يحتاج إلى المد. أحسنت. لكن في الآية الثانية. نعم. اللي بيها مد، لا يختلف السياق. نعم. فالسبيلة الثانية بالألف. نعم. هو في موقع العذاب. أحسنت. ده يتعذب. نعم. فلذلك يحتاج منه، يحتاج إلى مد صوتي. نعم. اللي يحقق له المد الصوتي من؟ الألف. بارك الله بك. حتى المساحة التعبيرية، المساحة اللي تعبر عن ألمه وتعبر عن شجونه. بالضبط. نعم. مثلا. نعم. مرة تراعي الفاصل المبنى. نعم. دون المعنى. نعم. فألقي سحرة سجدا. نعم. قالوا آمنا برب هارون وموسى. أحسنت. كيف التقديم؟ موسى من أولي العزم. نعم. نبي قبل هارون. قبل هارون هو. نعم. رسول. نعم. وهارون نبي، كيف. نعم. يقدم عليه؟ نعم. هنا السبب لأن الفاصلة التي قبلها هي بالألف. نعم. الأعلى واللي قبل موسى. نعم. فراع الفاصلة. راع الفاصلة. بارك الله بك. ومرة أخرى لا. نعم. أنه في آية أخرى رب موسى وهارون. نعم. قدم موسى على هارون لما؟ نعم. لأن الفاصلة التي قبلها بالنون اللي. نعم. هي برب العالمين. أحسنت. بارك الله بك دكتور، شكر الله سعيك، أفدتنا كثيرا وأغنيت البحث في هذه الحلقة عن الفاصلة القرآنية، شكر الله سعيك. أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكر سعادة الأستاذ الدكتور تحسين فاضل عباس، والشكر موصول لكم أيها الأفاضل. نلتقيكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.